أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مستمرون في تغطية الحرب. شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع غزة، أدت لوقوع قتلى وإصابات رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية في المدينة المكتظة بنازحين لجأوا إليها من شمال ووسط القطاع كآخر ملاذ لهم. المزيد في التقرير التالي. سلسلة غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أوقعت 14 قتيلا وأصابت العشرات بجروح. تصعيد يأتي رغم تصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي للمدينة التي تأوي نحو 1,400,000 نازح فلسطيني. وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن إسرائيل بدأت عمليتها العسكرية في رفح دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذنا من أحد. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفي افتتاح جلسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست أكد أن العملية العسكرية في رفح ضرورية للقضاء على ما تبقى من كتائب مسلحة لحماس، مؤكدا أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقدم واشنطن أفكارا للمساعدة قبل العملية. نتنياهو شدد على أن إسرائيل تصد الضغوط الدولية المتزايدة لاستكمال الحرب وتحقيق أهدافها في وقت يتكبد فيه الجيش الإسرائيلي خسائر في معارك غزة. 8 عسكريين أصيبوا خلال 24 ساعة الأخيرة ومقتل ضابط في غرفة عمليات لواء في غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 من تشرين الأول الماضي إلى 600 قتيل. لدينا جدال مع الأمريكيين بشأن ضرورة دخول رفح، ليس فيما يتعلق بضرورة القضاء على حماس، ولا نرى طريقة للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير تلك الكتائب المتبقية، ونحن مصممون على ذلك. نحن بالطبع نشاطر هذه الرغبة في السماح بخروج منظم للسكان من رفح وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. لقد قمنا بذلك منذ بداية الحرب، لكنني أوضحت ذلك بشكل واضح للرئيس بايدن. نحن عازمون على استكمال القضاء على حماس في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالدخول على الأرض. وبينما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات صعبة ومعقدة لتثبيت هدنة إنسانية في غزة وترقب الزيارة 6 لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر والسعودية الخميس المقبل، تأتي التطورات الميدانية في رفح لتزيد من تعقيدات المشهد في قطاع غزة في ظل اتهامات دولية وأممية لإسرائيل بالتسبب في مجاعة في قطاع غزة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من القاهرة العميد سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك أستاذ سمير معنا. كما ينضم إلي من واشنطن الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس، وهنا معي في الاستوديو أستاذ جنين بن يتخاك ضابط سابق في الشباك. أهلا بكم جميعا. دعوني نبدأ معك أستاذ جنين. أستاذ جنين، لنبدأ من سلسلة الاستهدافات الأخيرة في منطقة رفح، ماذا تعني تكثيف هذه الاستهدافات؟ ما هي الرسائل الموجهة ولمن؟ نتنياهو منذ فترة طويلة يتحدث عن الدخول إلى رفح، ولا نرى أن هذا يحدث لأسباب عدة. أولا، الدخول إلى رفح معناه موت المخطوفين، يجب إنهاء موضوع المخطوفين قبل الدخول إلى رفح، لأن قسما منهم إذا لم يكن أغلبهم موجودون هناك وبدون إعادتهم هناك مشكلة، إلا إذا قرر الحكومة لا سمح الله أننا سندخل من وسنقتل المخطوفين. وثانيا، الضغط الدولي، وحقيقة أن إسرائيل دعت سكان شمال القطاع للنزوح إلى جنوبها، يجب أن يحدد ما الذي يفعل بالأمر. ونتنياهو يعرف أن الدخول إلى رفح يقرب نهاية الحرب، ومن قال بأنه يريد إنهاء الحرب؟ مع أنه مكتب نتنياهو قبل قليل أعلن أن رئيس الوزراء نتنياهو أكد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك تحرك عسكري في رفح مع إيجاد بالفعل حلول مدنية لتأمين كل النازحين هناك. ونعلم أن وفد ربما سيزور واشنطن، وكذلك وزير الأمن يوف جالانت سيزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل من أجل ربما ترتيب كل العملية. سأتوسع معك بهذه النقطة لو سمحت بعد قليل. أستاذ سمير، تقييم
تقييمك لما يجري في رفح؟ ماذا كيف تفسر الموقف الحالي الإسرائيلي كذلك؟ وكيف تقرأ القاهرة رغبة نتنياهو في المضي قدما في عملية في رفح وكذلك بدء التحركات العسكرية هناك؟ كلورين وضيوفك وفريق العمل، مصر قالت موقفها من موضوع رفح. مصر ليس في مجال المساومة حول المدنيين في رفح. مصر قالت رأيها واضح، يخرج المدنيين خروج آمن لمناطق أكثر أمناً في الشمال، سواء كان في المواصي، في جوش قطيف، في المناطق في شمال دير البلح، في محافظة الشمال، مع تدبير كيف يتم دخول الإمدادات عبر معابر بديلة. لأن لو في عملية في رفح ما فيش إمدادات هتدخل من معبر كرم أبو سالم ولا معبر رفح البري، بالتالي لابد من منافذ برية وأقوال إدارية برية وليس الطريق البحري. الطريق البحري محتاج شهرين اللي هي بتعمله أمريكا. أما موضوع أوبن هارمز والمئتين طن ده مش يعني في نهاية المطاف يمكن فهم الموقف المصري، وفي نهاية المطاف القاهرة ليست ضد عملية بالفعل في رفح في حال تأمين النازحين، تأمين المدنيين، تأمين إدخال المساعدات إلى الغزاويين، إلى يعني إلى سكان غزة. لأنه كل المصادر الإسرائيلية أو بعض المصادر الإسرائيلية قالت لنا بوضوح أن كل الخطوات الأمريكية المصرية الإسرائيلية الأمريكية المتعلقة برفح منسقة مع الجانب المصري. يا لورين، في خلطة عند الناس. مصر لم تقل هناك خط أحمر في محاربة حماس. نعم. يعني حماس فصيل يرفع السلاح ويقابله طرف يحمل السلاح، ينطبق عليهم قوانين الحرب. لكن مصر سواء كان في رفح أو في كامل القطاع معنية بالمدنيين. نعم. معنية بالمدنيين، والخطوط الحمراء حول أن تتم عملية مع وجود 1.4 مليون من النازحين وحتى المقيمين أصلا في رفح اللي هم أهل رفح. ده الأساس في الموضوع، لأن في ضيوف بيطلعوا ويدخلوا الدنيا في بعض، يقول لك ده خط أحمر ومش خط أحمر. صحيح. الخطوط الحمراء المصرية واضحة تماما، ومن بداية الموضوع مصر طلبت من الجانب الإسرائيلي ما يتعلق بضمانات إخلاء المدنيين، وأنه فكرة أن تتم عملية بمربعات كما حصل في خان يونس، والجانب الإسرائيلي روج أنه هو هيختار مربع. ده الكلام ده يعني جربناه قبل كده، وحيكون فيه خسائر بعشرات الآلاف، فتخطى بكثير 31,000 الخسائر حتى الآن. ده موقف مصر واضح، وموقف مصر بتعبر عنه من خلال المتحدثين الرسميين مش من خلال الضيوف. يعني ممكن واحد يطلع يقول لك ده خط أحمر وده خط أخضر، ده كلام مثالي. لكن عشان يحصل ده بالمنطق لابد أن تحدث هدنة، لابد أن تحدث هدنة. الأهم من كده، مصر تفضل الهدن ووقف إطلاق نار وتسوية الخلافات بما فيها قضايا السلاح الموجودة بطرق سلمية، عشان برضو تبقى الصورة واضحة. يعني مصر الخيار الأول بالنسبة لها لا تتم عملية في رفح، وأن يتم دخول هدنة سواء لترحيل المدنيين ترحيلا آمنا إلى مناطق أكثر أمنا وتدبير الاحتياجات وخلافه، لأن لو تمت الهدن هيبقى معانا أكثر من 4 شهور يتم إشباع القطاع من الاحتياجات ويكون أماكن أمنا. هضرب لسيادتك سؤال النهاردة ومبارح ضرب في مستشفى الشفا وفي مخيم الشاط تل الهوى. طب ده المكان اللي المفروض في العمليات المنخفض. يعني حتى لو كان الجانب الإسرائيلي نجح أنه ينقل المدنيين من رفح لمحافظة الشمال، العمليات رجعت زي ما كانت. الفرقة 162 شغالة، الفرقة 36 رجعت تعمل دعم. صحيح. سأتوسع أستاذ سمير معك بعد قليل عن بالفعل كيف يمكن قراءة استهداف كذلك قادة من الشرطة، من أجهزة الأمنية، كل الاغتيالات في الفترة الأخيرة في اليومين الأخيرين تحديدا، خاصة في ظل عودة الاشتباكات في هذه المناطق التي تتحدث عنها. ابقى معي لو سمحت أستاذ إيهاب. يعني وفد سيزور، وفد إسرائيل سيزور واشنطن، تم الإعلان عن أن كذلك وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت سيزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. كيف يمكن قراءة هذه التحركات؟
أهلا بحضرتك أستاذة لورين وبالضيفين الكريمين. أعتقد وبكل المشاهدين طبعا أعتقد أن هذه الزيارة ستؤسس لبداية العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف داخل مدينة رفح. من المفترض وما علمناه أن هذه الزيارة سيتم فيها عرض الخطط الإسرائيلية العسكرية على الأرض على الإدارة الأمريكية وما هي الخطوات التي ستتخذها حكومة بنيامين نتنياهو لتأمين المدنيين طبقا لرؤيتها، وربما يكون هناك بعض المطالب من قبل إدارة جو بايدن متعلقة بمراحل تنفيذ هذه الخطة يعني وضع أكثر أمنا وأمانا للمدنيين داخل القطاع. فأنا أعتقد أن بعد هذه الزيارة سيكون هناك توسع مباشر للعمليات العسكرية. النقطة فقط ستكون هل سيتم التوسع يعني خلال شهر رمضان أم سيتم الانتظار إلى ما بعد رمضان والأعياد؟ نعم، ابقى مع أستاذ إيهاب. أستاذ جنين، يعني تحدثنا ربما دخول رفح بمثابة قتل المختطفين، خاصة أنه لربما بعض المختطفين يتواجدون في رفح. قطر قالت اليوم بوضوح أن هذه العملية ستؤثر سلبا على مسار المفاوضات على التوصل إلى هدنة. برأيك هل بالفعل هناك تأثير سلبي، وهل بالفعل يمكن بدء هذه العملية خلال شهر رمضان وقبل التوصل إلى أي تفاهمات مع حماس؟ طيب بس صفة نحن مستكمة في النهاية نحن ننظر إلى كل عملية العملية في رفح من ناحية عسكرية، ولكن هذا حدث هامشي. نتحدث هنا عن عملية قام بها الجيش في كل القطاع بدون الاستهانة أو الاستهتار برفح، ولكن هذه منطقة ليست بهذه الأهمية والتعقيدات الموجودة هناك. من خلق هذا الجو هو نتنياهو، إنه يضخ موضوع رفح منذ البداية ويستمر بالقول رفح ورفح ورفح. أتوقع بأنه سيبعث جالنت إلى الولايات المتحدة لأن هناك شرخا قويا غير مبرر بين إسرائيل وأمريكا. في النهاية إذا كان هناك ضوء أحمر بموضوع رفح من قبل بايدن، سيقول نتنياهو أردت أن أصل إلى النصر الساحق، ومنذ البداية قلت لك أنه لا يوجد شيء من هذا النوع. يقول رغبت في النصر الساحق ولكن بايدن لا يريد. ولكن بعد المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبين بايدن تم الإعلان على هذه المباحثات، إرسال هذا الوفد، والمباحثات كما ذكر هنا أستاذ إيهاب في نهاية المطاف ستناقش ترتيب والتنسيق وبدء العملية. أنت قلت قبل قليل أن ربما نتنياهو سيستبعد هذه العملية. يعني لا نبي، أنا لست نبيا، ولكنني أقول أن نتنياهو حاليا بحسب منظوره السياسي من ناحيته الشخصية ينظر الآن إلى حياته السياسية، مستقبله السياسي، هذا ما يهمه. وهذه الساعة السياسية بالنسبة له جيدة، لذلك تأجيل العملية مناسبة له، وأن يتحدث مع الأمريكان ويبعث جالانت وسيعود ويبعث آخر ويعود، فهو يماطل بالوقت، وهذا كله جيد لأنه لا يريد أن يتوقف. إذن ما المتوقع في المرحلة المقبلة خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان؟ من الصعب لي أن أقدر عندما أنظر إلى الصورة العامة إلى أي اتجاه ذاهب نتنياهو، ولكن قلت هنا في الاستوديو منذ وقت بدون تحرير المخطوفين لا يوجد مجال للحديث عن العملية، والحديث الآن عن دخول رفح وما إليه والمخطوفين هناك لا يمكن لإسرائيل أن تصل إلى الانتصار بدون إعادة المخطوفين قبل كل شيء. إعادة المخطوفين تعني نهاية الحرب. موضوع المخطوفين مهم لنا، والموضوع بالعالم هو ما يحصل في مع الفلسطينيين، ما يحصل بالنسبة للقضايا الإنسانية، هذه الأمور بالنسبة للعالم مهمة. نتنياهو لو كان تحدث ما هي عن خطته وإلى أين هو متجه وكيف تعالج الأمور في اليوم التالي لكنا في مكان آخر، ولكنه لا يريد ذلك. هذه حكومة لا تريد
تريد فعلا أن تصل إلى لحظة الدخول إلى رفح لأنها لم تقرر إلى أين تتجه الأمور، وهذا ليس هدفا بحد ذاته. الهدف هو الوصول إلى وضع يعود في سكان الجنوب إلى بيوتهم، وأن لا تستطيع حماس العمل كما فعلت في 7 أكتوبر. بنهاية الأمر حكومة إسرائيل عليها أن تحدد استراتيجيتها، ليس لبعد 5 دقائق وإنما لبعد 50 سنة، وأن نتنياهو لا يفعل ذلك. أستاذ سمير، استمعت إلى طرح ضيفي في الاستوديو، تحدث عن رغبة نتنياهو وأهداف نتنياهو المتعلقة بحياته السياسية أو فيما يتعلق بسياسته الداخلية. كيف تقيم برأيك استمرار المفاوضات؟ ماذا عن مسار المفاوضات، خاصة وأنه الدوحة اليوم على لسان وزير الخارجية أكدت أن لربما أي تحرك في رفح سيؤثر سلبا على هذا المسار؟ لو ما فيش وصول لتفاهمات في التفاوض، يبقى معارك رفح لازم تتم. نحسبها سياسة؟ طب هو نتناحض يعني ينتظر ايه يعني؟ خلاص هو المعارك الشمال بتتم كما اراد المفروض، معارك الوسط كذلك، معارك خان يونس اعتقد في الوقت اللي بنحكي فيه في عملية مراوحة، لكن في يعني النقاط المهمة وصلوا لها. فانهيار التفاوض يعني ما فيش تبادل أسرى، يعني مجبر انه يدخل عملية. انا متفق تماما مع الضيف في استوديو الحقيقة، ويعني وانا بحييه، هو يعني تحليله رائع، لكن في الأخير هو يعني اي منطق لو حد عاقل لا يذهب لرفع. تكلفة السياسة، التكلفة الكلفة السياسية عالية جدا على جانب إسرائيل. لو نتنياهو حتى بيرغب في مستقبل سياسي بعيدا عن الهروب للأمام وإطالة أمد الصراع، حله في هدن وقف إطلاق نار، يدخل مع شبكة الضمان، مع لبيد ومع جانتس، ويعني يعيد إنتاج نفسه مرة أخرى، ويبتدي يشتغل على أنه يحقق نتائج، ويمكن بالتفاوض يحقق ما لم يحققه بالسلاح الطرفين الحقيقة. لأن الطرفين وصلوا لمرحلة استدامة الحرب لن تجعل أحد طرف منهم يحقق نصر أكثر. يعني حماس بتقتل يوميا في إصابات، لكن لا تجعل الجانب الإسرائيلي يخرج من غزة. على الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي بيقوم بضربات، يسقط مدنيين، يسقط عسكريين أيضا أكيد، لكن في الأخير لن تجعل حماس ترفع الراية البيضاء. الحالة دي ممكن تستمر لعقود على هذا الوضع. العقود دي فيها استنزاف للمدنيين الفلسطينيين، ودول ما لهمش بديل، لكن فيها استنزاف آخر للجانب الإسرائيلي في التكلفة السياسية، في منظر إسرائيل أمام العالم، تكلفة اقتصادية، في احتياطي مستدعى، في إدامة أمد صراع قد تفتح صراعات أخرى تؤدي إلى صراع إقليميا كبيرة. نعم. فهو ده الموضوع. فما اعتقدش ان في تفاهم هيحصل قبل الرحلات دي ما تنتهي. يعني يجي بلينكن الخميس ويعمل زيارته الثلاثيه، وجالانت يروح امريكا، ورئيس وزير الشؤون الاستراتيجيه يروح امريكا. فما اعتقدش ان في اتفاق هيحصل، والاكيد ان الوفد غير مفوض، وان علينا ان ننظر الى ما يريد نتنياهو. نتنياهو لا يريد الآن، وأعتقد لن نصل لرمضان لو بالحزبة دي. نحن معنا أسبوع أو 10 أيام، وإحنا النهاردة 9 رمضان، يعني بدينا ندخل في 10 أيام الأخيرة. فما أعتقدش أن في عملية هتتم في رمضان برفح، ولا تبادل أسرى هيحدث في رمضان. وأعتقد المحك كله أن التفاوضات دي والحراك ده كله يبان في يعني الجزء الأخير من رمضان، وحيحدد احنا رايحين لفين. لكن اذا استمرت الامور هكذا، نعم، اعتقد ان يعني هيبقى للاسف في عمليه في رفح. لكن يبقى السؤال المهم، كيف يتم خروج المدنيين من رفح؟ مفيش غير حل واحد، وهو ده مش ممكن يحصل، ان الجانب الاسرائيلي يعلن هدنه من طرف واحد. لا ياخذ اسرى، ولا يقول يا جماعه في اسبوع او 10 ايام. هذا امر مستحيل يمكن القول يا استاذ سمير.
لا مش مستحيل، لسبب الأسبوع والعشر أيام دي هتخليه يبقى بريء من دم المدنيين رفح، وهتديله فرصة إنه يقول إن أنا ضد حماس وليس ضد المدنيين، وهتدي فرصة الأطراف العربية تضغط على حماس أكتر وتقول لهم الرجل عنده استعداد يدي هدنة بدون مقابل. نعم. خلاص اقبلوا وعرضه وادوا له المقابل وندخل في 42 يوم في 42 يوم في 42 يوم. لكن ما اعتقدش بالحاله دي ده حد راح يعمل هدنه عشان يستبدل الأسرة، ولا حد حتى يعني موضوع الأسرة. يعني هو واضح ان هو لا يعني موضوع الأسرة، وهو يعني بيسابق الزمن انه يجي له خبر ان كل الأسرة قتلوا عشان يرتاح من ضغط الأسرة. ابقى معي لو سمحت. استاذ ايهاب بلينكين سيصل الى المنطقه كذلك، ما المتوقع من زيارته وما الذي يحمله الى المنطقه؟ يعني زيارة بلينكين في الواقع أنا أعتقد أنها ستكون مثل سابقاتها، ليس لها تأثير على واقع الأحداث وعلى القرار الذي يخرج من الحكومة الإسرائيلية. ودائما أقول لحضرتك أنه بنيامين نتنياهو لديه أهداف يريد تحقيقها. أولا هدفه الأول هو القضاء على حماس، وفي نفس التوقيت بالتساوي مع هذا الهدف هو محاولة أن يظهر للشعب الإسرائيلي أنه انتقم بالشكل الذي ربما يخفف عنه الأحكام الشعبية وليس فقط القانونية داخل إسرائيل بعد نهاية هذه الحرب. لذلك دائما يحقق ما يريد في كل الأيام الماضية لهذه الحرب، أكثر من 165 يوما، بدعم من جو بايدن مباشرة. يعني جو بايدن الذي يصدر لنا وجها لعملة مفادها أنه إنسان وأنه يريد وقف الحرب وأنه ضد قتل المدنيين ويجب أن يكون لإسرائيل خطط لقتل المدنيين ليس لاجتياح رفح، يعني ويسير في هذا الإطار. هو الذي يقدم لبنيامين نتنياهو كل الدعم في مجلس الأمن، اللآت المتعلقة بقرارات وقف مشاريع قرارات وقف إطلاق النار، 4 لآت حتى اليوم، وستنضم إليها لآ أخرى أو فيتو آخر خلال الأيام القليلة القادمة. يقدم كامل الدعم العسكري دون حساب، ووجد نفسه فجأة أمام موقف لا تنتصر فيه إسرائيل ولا يحقق بنيامين نتنياهو أي من أهدافه، ومضطر لكي يتعامل بشكل إنساني يجيب على التساؤلات الدولية. لذلك هو اليوم يقف في منتصف اللاشيء. ولكن بالنسبة للإدارة الأمريكية تحديدا كما قال أوستن قبل قليل أو اليوم، أن دعم إسرائيل وحماية المدنيين في غزة ليستا يمكن القول، لا يوجد هناك تنافي أو لا يوجد تناقض بين حماية المدنيين ورغبة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في حماية المدنيين في نهاية المطاف، كذلك حماية إسرائيل ومصالحها. شوفي حضرتك أستاذة لورين، حماية إسرائيل واستراتيجية إسرائيل والولايات المتحدة التي تقوم على أنهما يعني جسد واحد متفهم. لكن أنا حد لحضرتك مثال بسيط جدا للمواقف المزدوجة لإدارة جو بايدن. ألم تقم إدارة جو بايدن ولم تقعد عندما قال بن غفير أو أشاد بالجندي الإسرائيلي الذي قتل طفل فلسطيني؟ صح؟ يعني قالوا كيف يحدث هذا وإلى آخره. طيب لماذا لم تقم هذه الإدارة وتقعد عندما قتل بنيامين نتنياهو 31,000 فلسطيني في قطاع غزة؟ لا، أمريكا موافقة على قتل الفلسطينيين، إدارة جو بايدن موافقة على قتل الفلسطينيين بهذه الأعداد في سبيل تحقيق بنيامين نتنياهو وأهدافه. وأنا متأكد أن في الداخل الإسرائيلي من يرفض هذه النوعية من الانتقام. الانتقام في حدوده معقول ومقبول ربما في كثير من الأحيان، لكن عندما يتجاوز الأمر وصولا إلى انتقام عشوائي غير مدروس لم تحقق من خلاله أي شيء. يعني حتى أقول لحضرتك، لو انتقم بنيامين نتنياهو كل هذا الانتقام وفي نهاية المطاف يعني بعد 5 أشهر اليوم وصل للقضاء على حماس بنسبة 100% لربما وجد الأعذار، لكن اليوم هل قضى على حماس؟ هل قضى على أي فصيل فلسطيني حتى ولو كان صغير جدا؟ لا، لم يقضي على أي شيء. هل حرر رهينة إسرائيلية واحدة بالعمليات العسكرية التي يقوم بها؟ لا شيء، لم يحقق أي شيء. الرهائن تحرروا بالتفاوض. إذن كان يجب عليه أن يركز على التفاوض وعلى البنود التي تضمن له تفاوضا قويا وربما إسكات أو إخراج حماس من قطاع غزة. ولكن خيارات توجد الإدارة الأمريكية يا أستاذ إيهاب من أجل الضغط على بنيامين نتنياهو بهذا الشأن؟ حضرتك بتقولي لا خيارات، أتفق معك لا خيارات، لأنه إدارة جو بايدن منذ اليوم الأول لها في البيت الأبيض أنتوني بلينكين نفسه الذي هو اليوم يدور كالنحلة ولا يستطيع أن يحقق أي عسل. يعني هو نفسه قال في اليوم الأول عندما تولى الحقيبة الدبلوماسية الأمريكية، قال إنه يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بعدم تصعيد الصراع بينهما، لأنه هذا الملف ليس على أولويات أجندة جو بايدن خلال السنوات الأربع، لكن وجد نفسه مضطرا للتعامل معه.
وليس لديه استراتيجية ولا خطط، لذلك بدأ يستعين باللاعبين الأساسيين الفاعلين في الشرق الأوسط، مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، لمحاولة تحقيق أي نوع من أنواع الانفجارات، لكن كل ذلك الانفراجات، لكن كل ذلك دائما يصطدم برغبات نتنياهو للتقدم بالهدفين الأساسيين اللذين ذكرتهما لحضرتك. أستاذ جنان، في اليومين الأخيرين نرى استهدافات تطال قادة شرطة، قادة أمنيين في قطاع غزة، كيف يمكن قراءة دخول هذه المرحلة؟ أنا منيح شو ذا شيلوف شل. أعتقد بأن هذا دمجا من المعلومات التي تنتجها إسرائيل، وهذا الهدف الذي وضعته أمامها منذ بداية الحرب، هدم وتدمير قدرة حماس على السيطرة في القطاع. ثانيا، ليس جديدا وقد حاولوا، هذا ليس جديدا منذ البداية، حاولوا الوصول إليهم في الشرطة. أنا أنظر إلى الأمر من الزاوية الاستخباراتية وأقول ربما تغير شيئا بالنسبة لقدرة الشبك للحصول على المعلومات، وربما كان هناك قرارا جديدا بتتضمن الذهاب ومتابعة هؤلاء الأشخاص والقضاء عليهم. هذا الشيء نتج عن طريق التمركز في الأرض ومن خلال الحرب لرد الفشل الذريع في 7 أكتوبر. أستاذ سمير، كيف تقرأ هذه الاستهدافات التي تطال قادة من الشرطة في حماس؟ قبل الاغتيال اللي هو قائد الشرطة اللي كان مسؤول عن توزيع الإمدادات، بدينا نشعر بالتفاؤل. دخل 13 شاحنة بالشمال وخلصنا من موضوع دوار الكويت ودوار النابلسي والناس اللي بتقتل أثناء البحث عن لقمة عيش. كانت الشرطة مع العشائر والشخصيات العامة نجحت يعني، وقلنا ده خلاص يعني ده حالة من تبريد الصراع وتوصيل الإمدادات. إسرائيل عندها حساسية في أن تكون حماس في جملة مفيدة في داخل كامل القطاع. هي عايزة الشباك يتعامل مع العشائر والحماس اللي ليس اللي هم ضد حماس، والقبائل زي دغمش مثلا اللي هي كانت بتحارب حماس وحربتها أثناء الحرب. فكرة ان يبقى القبيلة اللي لها علاقة مباشرة بالأمن الإسرائيلي تاخد امدادات، فكرة القرى المرتبطة الاسوشيتد فيليجز اللي هي كانت حاول يعملوها في السبعينات، ده مخطط إسرائيل لما بعد الحرب. عشان يحصل لابد انها تقضي على اي سواء كان عناصر شرطة مدنية، عناصر إدارية، اي عناصر في حماس ملهاش علاقة بكتاب عز الدين القسام. هي بتعلن الحرب على حماس بالكامل وعلى قطاع غزة كله عشان توصل لمخطط ان حماس لا موجودة في الإدارة ولا موجودة في الأمن ولا موجودة كقوة عسكرية، وده صعب لان معناه فوضى لحين ما تجد البديل، وحماس هتقاوم وجود البديل وحيكون هناك احتراب أهلي. اللي بتعمله إسرائيل ده قد يؤدي إلى احتراب أهلي في الوقت اللي فيه حرب على قطاع غزة. فبالتالي الاستهداف الشرطة المدنية أتكلم عليه، لكن هم عمالين يقتلوا بعض، حماس والجيش القسام والجيش الإسرائيلي، نعلق كحرب ما بين طرفين. لكن لما نتكلم على عنصر بيدافع عن وصول الإمدادات أو بيساهم على وصول الإمدادات، فأعتقد أن هذا يقع في مخطط تجويع الشعب في غزة، مخطط جعل غزة غير صالحة للحياة، الذي يدفع بأهل غزة للبحث عن بديل سواء دول الجوار، الهجرة لدول الجوار أو الهجرة عبر البحر الأوروبا. ده أخطر ما في الموضوع الحقيقي. يعني في شهداء 31,000 لكن فلسطين تبقى، ما بقى الشعب، لكن لما أنت هتجوع الشعب وتموته ماذا يبقى بعد ذلك؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. أستاذ سمير العميد سمير راغب، خبير العسكري واستراتيجي، شكرا جزيلا لك، حدثتني من القاهرة من واشنطن. أستاذ إيهاب عباس، صحفي مختص بالشأن الأمريكي وكذلك في العلاقات الدولية، وهنا معي في الاستوديو أستاذ جنان بن يتخاك، ضابط سابق في الشبكة الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.